قبل 15 عاماً أبصرت شركة مصدر النور مجسدة رهان الإمارات على الطاقة المتجددة في وقت لم تكن فيه هذه الطاقة بعد على رأس أولويات دول العالم. اليوم أثبتت مصدر نجاح هذا الرهان بعد أن أصبحت لاعباً رئيسياً في مجال الطاقة النظيفة بمشاريع تنتشر في أكثر من 30 دولة وبقيمة إجمالية لهذه المشاريع تقارب 20 مليار دولار. وخلال السنوات الأخيرة نمت القدرات الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة التي تشارك فيها مصدر بوتيرة متسارعة. في العامين الماضيين فقط قفزت هذه القدرات من نحو 4 جيجاوات إلى نحو 11 جيجاوات. هذه القدرات اليوم تكفي لتوفير الطاقة لأربعة ملايين منزل حول العالم، كما تسهم في الوقت نفسه في الحد من تفادي إطلاق نحو 16 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. أعمال مصدر لم تقف عند مشاريع الطاقة المتجددة فقط، فهناك مشروع الريادة المشترك مع شركة أدنوك لالتقاط وتخزين واستخدام الكربون، كما قادت الشركة مؤخراً مبادرة لدعم تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر بإمارة أبوظبي. مدينة مصدر شكلت وجهاً آخر لأعمال الشركة في مجال التطوير العمراني المستدام، فالمدينة التي رسخت مكانتها كوجهة للابتكار والتكنولوجيا أصبحت اليوم مقراً لأكثر من 900 شركة من مختلف دول العالم.